ثاني وهو الأهلي والزمالك. هقف هنا شوية. الأهلي والزمالك حطوا لائحة، هم أساساً عندهم لائحة وعندهم سيستم. في أحداث على برنامج مقالب الفترة الأخيرة وحديث هنا وهنا وموضوع وقصة، مش يعني أنا في النهاية مش حابب أروح للقصة دي لأن أنا عندي فيها وجهة نظر الحقيقة مختلفة، دايماً بشوف المواضيع يعني بسيطة وسهلة. بس مش ده الموضوع، الموضوع إن الزمالك حط لائحة والأهلي حط لائحة الفترة القادمة. أوريدي الأهلي كان فيه لائحة والزمالك كان فيه لائحة، وحطوا عقوبات وحطوا بنالتيز على بعض الأمور وعدلوا اللائحة دي الفترة القادمة علشان أرقامها تختلف. شيء طيب جدا وشيء محترم جدا، يبقى فيه لائحة وفيه سيستم والأمور تبقى ماشية بشكل جيد. بشوف أحيانا الموضوع بيكبر وهو الدنيا بسيطة، يعني في العالم كله الحاجات دي بتتاخد بشكل بسيط وشكل سهل، فالأمور يعني مش محتاجة يعني إن الأمور يكون فيها يعني إن إحنا نقف عندها ونتكلم. حتة إن أنا بقى أروح للاعب دي اللي هقف عندها شوية، إن أنا لاعب طلع مثلا في برنامج أنتقده، أنا ممكن أقول والله النادي هنا حاطط لائحة، حقك حط الرقم اللي حضرتك عايزه، حقك حط حضرتك غرامة. كل واحد بيدور على السيستم بتاعه. أنا النهاردة اعتراضي على لاعب، كل لاعب يا جماعة يختار الطريقة والأسلوب اللي يظهر بيه. كل لاعب وكلهم لهم كل الاحترام، هو عشان تبقى الأمور واضحة وصريحة جدا، وكلهم لهم كل الاحترام. يعني محمد مجدي قفشة عمل حلقة الحقيقة رائعة مع كابتن شوبير مثلا، أنا اتفرجت عليه. هل محمد قفشة ما طلعش معايا مثلا ده يعيبه؟ أكيد لأ. وزملاء كتيرة جدا، ناس كتيرة جدا كان معاها ضيوف وطلعوا وعملوا حلقات جيدة جدا. مفيش موضوع، ما ينفعش إن أبقى أنا إعلامي وأقعد مثلا أقول إيه أصل أنا فلان ما طلعش معايا، أصل أنا فلان لازم يطلع هنا، فابتدي أنتقده. طب يعني أنتقده ليه؟ أنتقده عشان ما طلعش معايا؟ هل اللاعب يعني يعاقب إن هو طلع في قناة تانية، فابتدي إن أنا أنتقده ليه؟ كل واحد في النهاية، في واحد ما بيحبش سيف زاهر، واحد ما بيحبنيش، شخصية محترمة برضه يطلع والراجل يقول وجهة نظره، وفي واحد آخر يطلع برضه مرة هنا ومرة تانية هنا، وكل لاعب عنده حسابات في دماغه. حرية في النهاية شخصية، ملهاش علاقة إن لاعب، لأن خلي بالكم إن في حاجات ساعات كتير كمان إشاعات، أصل اللاعب مش عايز هنا، أصل اللاعب هنا أولوياته، أصل اللاعب مش عارف إيه، يا عم لا، أنا اللاعب بستريح في حتة أطلع فيها. فيش وأنا أطلع بالشكل اللي كمان أنا يليق بيا وبالشكل اللي أنا أختاره. على فكرة دي قصة في العالم كله، مش حاجة اختراع يعني، ومش محتاجة ان نيجي على النادي وان يبقى في انتقاد والنادي ما فيهوش لائحة وما فيهوش سيستم. كل الأندية فيها لائحة، واحيانا ممكن الرأي العام يشوف حاجة مثلا بشكل بتاع النادي يعدل لائحته. مفيش اعتراض. في الزمالك طلعوا المسؤولين في الزمالك بمنتهى الشجاعة وقالوا والله احنا عندنا لائحة، ما حدش أخد استئذان، خلاص خصمنا. في الأهلي قال والله في لائحة واللعيبة مسددة الأمور أو النسبة اللي عليها، خلاص مفيش موضوع. يعني قصة سهلة أو قصة بسيطة، ممكن يكون في مثلا تعقيب على الزور أو طريقة الزور، خلاص كل إدارة نادي مع لعيبته تمشي الأمور بشكل هادئ. ولكن الحاجة الوحيدة اللي أنا بقف عندها إن كل واحد عايز يختار الشكل لكل لعيب اللي يطلع بيه يا أنتقده. ليه؟ أنا دي مش قادر أفهمها ليه؟ وبعدين حط في حساباتك، كل بني آدم يحط في حساباته، اللاعب النهاردة اللي ما طلعش معاك يا سيدي بكرة هيطلع معاك، أنت هتقول له إيه؟ أنت هتبقى علاقتك بيه إزاي؟ فاهم؟ إن أنا انتقدتك كل قصة، أنا انتقدتك إن أنت طلعت مثلا مع سين من الناس، مع صاب من الناس. إيه بقى؟ ما انت هتجي لي بكره، هو اللاعب بيطلع عند واحد بس، هيطلع النهارده عندك ويطلع بكره عندي ويطلع بعده هنا ويطلع بعده هنا وعادي، وكلهم نجوم وكلهم شخصيات محترمه جدا. مفيش ايه القصه يعني؟ مفيش موضوع، الدنيا يا جماعه سهله والناس تاخد القصه يعني ببساطه. اي لاعب انا النهارده ما بيطلعش معايا وهطلع، طب انا خسرته وخسرت زميله وخسرت اللي جنبه. هو لاعب دلوقتي ما والله العظيم والله العظيم اللاعب اللي انا بقول لكم شهاده اهو، واحنا في شهر مفترض، اللاعب اللي باجي اطلبه مثلا ضيف وما بيطلعش معايا ويطلع مع اي زميل تاني، والله بطلع بشيد بيه يعني جوه نفسي كده، ايه لازم ما تروحش الحته دي،
دي ملهاش علاقه، الراجل مش عايز يجي بس حقه ياخده. نجم كبير مش هيبقى نجم كبير ويبقى تاريخ كبير ما طلعش معايا تاريخه يروح. مش هبقى بتكلم عليه ان هو قامه كبيره جدا وفجاه مديله ما طلعش معايا، مش انا مش مقياس ان هو يطلع معايا او ما يطلعش. دي قناعاتي ودي وجهه نظري.